بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تكامل 3 اكس تربيع ناقص اكس زائد 1 على اكس تكعيب ناقص اكس تربيع. اول حاجة نبص ليها ان عندي درجة الباست هنا وهنا درجة المقام، يبقى الباست اقل من المقام، يبقى مينفعش في قسمة مطولة. او تاني حاجة نبص المقام يتحلل ولا لا. نشوف كده، عندي 3 اكس تربيع ناقص اكس زائد 1 على اكس تكعيب ناقص اكس تربيع، يبقى المقام عندي زي ما البسط زي ما هو، 3 اكس تربيع ناقص اكس زائد 1، وحول هنا اخد اكس تربيع مشترك يدينا اكس ناقص 1، يبقى دون هيساوي عندي الاكس تربيع متكررة، يبقى عبارة عن اكس و اكس تربيع و اكس ناقص 1. يبقى انا عندي هنا الثابت A وهنا B وهنا C. ال A هتضرب في ال X في X ناقص 1، زائد ال B هتضرب في X ناقص 1، و ال C هتضرب في X تربيع على المقام اللي عندي اللي هو بعد كده، يبقى 3 X تربيع ناقص اكس زائد 1 هيساوي اللي هو الاي اكس في اكس ناقص 1، زائد البي في اكس ناقص 1، زائد السي في اكس تربيع. اول حاجة احط فيها اد اكس اللي هو يخليها بصفر، اكس بصفر، يبقى عند الطرف اليمين هيساوي 1، هيساوي هنا هتروح بصفر وبعدين هنا بصفر، يدينا بي في ناقص 1، يبقى البي هتساوي ناقص 1. احط اد اكس بواحد، لما احط باكس بواحد يبقى عندي 3 ناقص 1 زائد 1 تساوي 3، هتساوي لما احط باكس بواحد دي هتدينا بصفر ودي كمان بصفر، هتدينا 3 سي في 1 تربيع هتساوي سي، هتساوي كام؟ 3. يبقى فاضل لي ايه؟ الاي هتساوي كام؟ هنشوف هنا لو حللنا ديا، عندي الاي تبقى اكس تربيع ناقص الاي في الاكس زائد البي في الاكس ناقص البي زائد سي اكس تربيع. هذا يؤدي ان السي زائد الاي في الاكس تربيع هيساوي 3 اكس تربيع. عندي السي بكام؟ ب3 زائد الاي المفروض هتساوي 3، يبقى الاي هتساوي كام؟ 0. يبقى عندي الحد هيطلع اي، احنا جبناها 0 يبقى مفيش اكس، البي يبقى ناقص 1 على اكس تربيع زائد سي ب3 على اكس ناقص 3. يبقى التكامل هيساوي عندي تكامل ناقص 1 على اكس تربيع زائد 3 على دي كله دي اكس، دي هيساوي اكس تربيع هتبقى اكس اس ناقص 2، هضيف لها 1 واقسم عليه، يبقى 1 هتبقى تكاملها 1 على اكس زائد 3 لن مقياس اكس ناقص 3 زائد ثابت، وهو التكامل اللي انا عايزه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد وتكامل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.